اوكي يا اصدقاء، عنا اكورد دي وعنا اكورد ايه. فيش كتير معزوفات نقدر نعزفن مع ايه ودي. اذا اليوم بدنا نتعلم انتقال بين الاكوردين دي وايه. هاد اول انتقال بين اكوردين كاملات. هاتوا نبلش مع دي. انتبهوا انه يكون واضح وحلو. نعزف وتر وتر عشان نتأكد. هات نشوف ايه. كمان بدنا ننتبه ونتأكد انه كل نوتة نظيفة وحلوة. انا بدي اذكركو انه حتى لو مش كل النوتات نضاف، هاد مش راح يمنعنا نعزف المعزوفة. حتى لو نغمتين مثلا مش كتير واضحات، مهم نكمل نعزف، وكمان مهم نكمل نتمرن عشان يتحسنوا ويصيروا انضف واحلى. اوكي، هاتوا لنكمل. لما نبدل الأكوردات أنا بحب أفكر إنه كل إصبع عنده عقل لحاله. تعال نشوف كل إصبع كيف بنتقل. عنا دي، إسا عشان نوصل لأي هاتوا نفكر شوي شوي. كل إصبع كتير بطيء. انتبهوا للمسار اللي كل إصبع عم باخده من دي لأي. انتبهوا لكل مسار الأصبع بنتقله من دي للأي. إذن بدنا نقسم العمليات اللي بتصير. عنا الأصبع الأول بس بطلع لفوق وتر واحد بنفس الخانة اللي هي التاني. الأصبع التاني على نفس الخانة بس بطلع وترين لفوق، بنط لفوق وترين. والأصبع التالت بكل بساطة برجع لورا للخانة التاني. ركزوا كتير منيح بهاي الحركة وحاولوا افهموها شوي شوي. هيك من اكورد دي بصير عنا اكورد اي. حاولوا تمرنوا على هاي النقلة بدون ما نعزف، بس بايد الشمال لحالها. وفي تمرين بنفع تسووه اسمه تبديل اكوردات بدقيقة. عمليا بهذا التمرين انتو بتفحصوا كم مرة بتقدروا تبدلوا اكورد دقيقة واحدة. شايفين؟ انا صرت شوي تعبان، فجربوا اعملوه بطيء وافحصوا كم مرة سويته. انا بعزف كتير وقت جيتارة، فعندي هاد صار الاشي سريع، بس عندكم ممكن يكون هيك اشي، وهاد كتير اشي منيح. تنضغطوش شوي شوي. اوكي، هاتوا نتمرن على التبديل من دي لا اي. خلونا ننتبه لمسار الأصابع بالتبديل. ممتاز، رائعين، شوي شوي، رائعين. اوكي، اسا اذا جاهزين احنا بدنا نعزف اغنية اللي فيها بنستعمل هدول الاكوردين. احنا فيش عنا كتير اغنيات لهدول الاكوردات لحالين، بس انا دورت ولقيت هاي الاغنية فيها بنستعمل A و D. هسا بدي اورجيكم مبنى هاي المعزوفة. هاتوا لنشوف. عنا اربع مزورات دي، كل مزورة فيها اربع نبضات. يعني عنا هون 16 نبضة من دي، اربعة في اربعة. وبعدين ننتقل لأي. انتبهوا عنا ست مزورات اي، كل واحدة فيها أربع نبضات. وبعدين نرجع على دي، مزورتين دي. وبالآخر القطعة بتعيد على نفسها كمان مرة. قبل ما نبدأ بدي أقولكو إنكم مش مجبورين تعزفوا زي ما أنا بعزف بالضبط. بنفع بطريقة حرة تعزفوا، مثلا مرة تعزفوا مرة واحدة على كل أربع نبضات. مثلا كل أول نبضة بالمزورة بنعزف عليها هيك. المهم تعزفوا بالسرعة المريحة لإلكو. أوكي، هاتوا نبدأ بالنجاح. واحد اثنين، واحد اثنين، وبنبدأ. وننتقل لإيه. بس نرجع لدي.
حلو، استنعيد كل المقطع. هات نعيده كمان مرة. اوكي، يعطيكوا الف عافية. اذا بدكوا تعزفوا كمان مرة بنفع تعودوا ترجعوا لورا، واذا بدكوا تعزفوا لحالكوا كمان بنفع. نلتقي الحصة الجاي.